ده بقى عنده سؤال بيقول: حكم من عنده وسواس نية قطع الصلاة، حكم الصلاة من نوى أنه يكمل صلاة الآن، وإذا حصل سبب ما في رأسه ما أكمل الصلاة، حصل هذا سبب قطع الصلاة. ماشي، هو يعني بيتكلم أن هو عنده وسواس دايما، أن هو يقطع الصلاة كل شوية، في كل حاجة شوية كده تجيله يقطع الصلاة بنية حسنة مش بنية سيئة. وسواس يقطع الصلاة؟ وسواس نية قطع لا، الصلاة. ليس له أن يقطع الصلاة. نعم، الصلاة لا تقطع إلا بيقين، يعني أن يسمع صوتا أو يشم ريحا. هل شعر بذلك، شم ريحا أو سمع صوتا؟ لا، خلاص لا يخرج إلا أن يتأكد ويتيقن من ذلك. نعم، ده في باب الوسواس، باب طويل يحتاج إلى شرح، لعل في حلقات الفقه الميسر فيها حلقة كاملة إن شاء الله. طيب، لكن هو قطع الصلاة لا يجوز إلا اليقين يعني. نعم، في بس